أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع الطاعات، العبادات، الزيارات، وأن يكون سيدنا ومولانا بقية الله المهدي الموعود عجل الله فرجه الشريف وصلوات الله عليه يرعى الجميع برعايته، وأن يكون سيدنا الإمام الرضا صلوات الله عليه وأخته كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة عليها السلام شفعاء للجميع في حوائج الدنيا والآخرة. روي عن النبي صلى الله عليه وآله هذا المضمون، أنه جاءه شخص وقال له: يا رسول الله، إن جاري يؤذيني، فأمره النبي بأمرين، قال له: اصبر على أذاه وكف عنه أذاك. فذهب الرجل وجاء بعد مدة وقال: إن الله كفاني أذاه فقد مات جاري. الصبر والحلم من الإنسان حسنة في الدنيا وحسنة في ميزان الأعمال. الإنسان إذا صبر لله سواء من جاره أو من زوجته، أو زوجة صبرت من زوجها، أو أرحام بعضهم من بعض، أو شركاء بعضهم من بعض، أو أصدقاء، زملاء، رفقاء في سفر، رفقاء في الدراسة، في العمل. إذا صبر الإنسان لله الله يكفيه في الدنيا ويعظم أجره في الآخرة. فقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما الإنسان إذا لم يصبر، فإن لم يتعدى على طرفه جاره، زوجته، زوجها، قريبه، قريبها، قرينه، قرينتها، إذا لم يتجاوز الحد، يجوز له في بعض الصور ذلك: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أما لا أجر له، لا أجر، لم يصبر فلا يعد من الصابرين ولا يؤجر أجر الصابرين، وربما لا يكفيه الله تعالى فيدوم ويستمر ويكون قد صرف حياته
في دفع البلاء عن نفسه بلاء صغير ربما كان يمكنه بالصبر أن يدفعه ويدفع به بلاء أكبر. وإذا لم يصبر وتعدى عن حدوده الشرعية، وأحيانا الإنسان إذا لم يصبر ويغضب يتعدى عن الحدود الشرعية فيكون آثما. إذن الإنسان يعزم يصمم على الصبر مع كل من يعيش معه. زوجة تصبر على سوء خلق زوجها، زوج يصبر على سوء خلق زوجته، وهكذا بقية الناس بعضهم مع بعض. وأنتم في سفر عبادة، سفر طاعة، زيارة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مناسبات مؤاتية، أجواء روحانية معنوية، حاولوا أن تعزموا على هذا الأمر، واسألوا الإمام المعصوم الرضا صلوات الله عليه أن يدعو لكم في ذلك، واسألوا فاطمة المعصومة عليها السلام أن تدعو لكم في ذلك. اعزموا على الصبر واسألوهم أن يدعو لكم في ذلك حتى تفوزوا. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على